هذا الفيديو برعاية RPG Shop. نشيط ديفلز جيم، انا هني مو ديفلز جيم، انا هني الجيمنج اريا مانجر والسوشيال ميديا مانجر حق الايفنت، مسؤول عن العلاقات العامه، يعني اللي هو الكوميونتي. خلينا نقول الاغلاط اللي صارت السنه اللي طافت تعلمنا منها وسوينا اشياء غير. يعني انت تعرف اذا 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 تسوي شيء يكون اختبار، خصوصا اذا كان شيء جديد. احنا سوينا كوميك كون الحين 4 سنوات، هاي السنه الرابعه. كبر المعرض بشكل كبير، انه صار عندنا بدل القاعة عندنا 3 قاعات، غيرنا الهول، صارتنا السينما، غيرنا محل الميديا، سوينا أشياء. الاقتراحات اللي نسمعها حتى هاي السنة، الاقتراحات اللي نسمعها راح نغيرها ونأخذ فيها ونغير. يعني إحنا كوميك كون يكون 80% حق خلينا نقول الكوميونتي اللي يحب الانترتينمنت، 20% يكون حق الجيمرز. فتشوف لان عندنا قسم بالضبط هاي 20% من المعرض حاسبينها، يعني لان انا مسؤول عن هاي الاريا، فاعرف عطينا 20%. مشي روحك مشي روحك. فمع الوقت ان شاء الله بتشوف ان هاي الاريا بتكبر. اول سنه كان عندنا بس يمكن 4 طاولات في كوميك كون حق الجيمنج. السنه اللي عقبها صارت عندنا خيمه. السنه الثالثه صار عندنا ستيج. السنه هاي عندنا تشوف شيء عود، يعني شوي مناسب يعني حق هاي. والشركات قامت تبي تحط فلوس، تبي تحط اشياء علشان تسوي هاي، يعني هاي فيها تكلفه، فيها اشياء. ف في كوميك كون عندك لازم تلعب اللي هو باكمان، لازم تصير باكمان الحقيقي، لازم يرونكم باكمان حقيقي، باكمان تصير حقيقي. غير هاي هني بلاي ستيشن، عندك ايسوس، انفيديا، حركات هاي الشركات، مايكروسوفت بعد عندنا. انه في اشياء حق الجيمنج. عندنا مارتل كومبات ان شاء الله يتعدل الوضع ونشوف ان الناس يقدرون يلعبون بطولات مارتل كومبات. عندنا بطولات سوبر سماش اذا انتم جيمرز، عندنا بطوله دوتا، عندنا بطولات كبيره ان شاء الله. الشيء اللي يعني اجي علشان الكوميك كون ان تشوف الاشياء اللي تناسب اللي يحبون هاي الاشياء، اللي يحبون الانمي، كوسبلاي. هاي عندنا مسابقه الكوسبلاي بتكون برا. عندنا هني بيكونوا في مشاهير، عندنا بين باز بيلعب فيفا على اتصالات. عندنا موجه اشياء، يعني عندنا المشاهير تصور وياهم، يوقعون حقك، يسوون هاي الاشياء. كل الايفنتات اللي تصير في الكويت الاوقات مالها تكون يا انا في لندن او في امريكا ومسافر بعيد، يعني وخاطري اجي، خاطري اجي. انا حتى في السعوديه ساعات، يعني جيمرز داي حق 4 سنوات ما اقدر احضرها علشان سبت ان اكون في ايفنت ثانيه وقاعدين نشتغل على شيء. شهر 9 بيكون ان شاء الله يعني شيء عود، بنعلن عنه قريب يعني. وانا متحمس حقه، انه مشروع جديد، فكره جديده، روح جديده حق المشروع. ونفس خلينا نقول اللي بسوي كوميك كون يكونوا نفسهم اللي سووا خلينا نقول جيمز كون. كون مو كم كون.
Chantel. I'm from NVIDIA Middle East. We're here at Comic-Con 2015 this year to showcase our latest PCs with Titan X and GTX 980s. We are showcasing the Battlefield Hardline on our PCs, and we're getting the gamers to try the best experience of this game on our demo PCs here. We actually have a couple of guests from Denmark who are professional modders, and they're here to educate our gamers in the region, teach them how they can change their PC, increase the performance of their PC, how they can mod their PCs, everything to do with DIYs. Besides all the demo PCs and our small workshop right here, we're gonna have a rig competition on the stage tomorrow. So we've got contestants from Dubai. So whoever that's got a high-end PC, modded PC, they're gonna showcase it on the stage, and we're gonna do a competition and give a prize to the second and third best PC. So it's gonna be exciting. You should have told us before. Exactly. We will do one in Kuwait, so how about that? We will do one very soon with you guys in Kuwait. From now on, we will be really hands-on. We will be teaching people how to do things step by step. So look out for NVIDIA's YouTube channel in about a month's time. We will be communicating with all our gamers in the region. So yeah, just check out NVIDIA's site. We will update everybody once our YouTube channel is up. اسمي مهد أحلان وأنا مسؤولة العلاقات العامة بشركة بلوتو جيمز، وإحنا موزع ملعب بالشرق الأوسط لناشرين مثل كونامي، كابكوم، سي دي بروجكت ريد، بثيزدا، اكس بوكس ومنها غيره. وإحنا اليوم موجودين بـ The Middle East Film and Comic Con، بهالسنة جايين ببريزنت اللي هو The Witcher 3 Wild Hunt، والبريزنس الثاني بده يكون لديزني انفينيتي 2.0 موجود بالستاند تبع مارفل. الشيء الحلو بكتابه ذا ويتشر 3 انه ما ضروري تروح تلعب الاجزاء الاولى ويتشر 1 و 2، لانه الطريقه اللي انكتبت فيها لو كان في ضروره تروحوا تتذكر الاجزاء اللي قبل ممكن تروحوا تستوحيها من الكوست اللي بتلعبها، فالأحداث مش متصلة أبداً. بس لو كان في إنه الشخصية راحت ورجعت لهالجزء، بروحوا بلمحوا شو الصلة بين هالشخصية بهالجزء وظهورها بالجزء اللي فات. اللي بنقوله على هالجيم إنه صارت معربة بشكل شبه كلي. الشغلة الوحيدة اللي ما تعربت اللي هو الدبلجة اللي هو الصوت من الحديد، بس انه كل شيء مرئي بالجيم اتعرب، القوائم، التواريخ، الخريطه، الازرار والتوتوريالز، كل شيء مرئي هلا صار بالعربي، والعربي اللي هو يعني ساوند، يعني متقن، مش اللي مكسر ولا هي جوجل ترانسليت. فاستوديو سي دي بروجكت ريد حبت تعطي اهتمام كبير للمنطقة وتعتبره جزء كتير مهم، لدرجة انه قررت تروح تعرب جيم بهالضخامة. واللي بقدر اقوله انه احنا اليوم بتسعة ابريل والجيم بدها تنزل تقريبا بعد 5 لـ 6 اسابيع، May 19, 2015، على الاكس بوكس 1، بي اس 4 وبي سي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيف الحداوي، صاحب دكان ألعاب. نحن شركة جديدة استابلشت ان جانيوري 2015 بعد رحلتنا لليابان. قلنا نحن جيمرز، وي هاف تو سيرف اذر جيمرز. عندنا سلكشن من الريترو جيمز اند ذا نيو جيمز. وي ار ذا اكتوال اوفيشال ديستريبيوترز فور هوري برودكتس. عندنا دليفريز، اكشلي وي ار ان اونلاين بيز ستور، وعندنا دليفريز ثرو اوت ذا وورلد، نوت جاست ذا جي سي سي.
نحن عندنا اكزيستنج كاستمرز من المكسيك، من البرازيل، من استراليا، نشحن لهم بشكل دوري. اللي يميز دكان العاب عن باقي محلات الالعاب ان اداره اماراتيه 100%. نحن الوكلاء لشركه هوري. نحن نوصل في اقل من ساعه اذا الدليفري كان في الامارات. اسعارنا جدا ممتازه، الربح جدا بسيط، ودائما نحن في خدمه الجيمرز، ما نسعى للربح. اللي يميزنا ان نحن نسعى ان 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 نوزع الوعي او ننشر الوعي بين في المجتمع. انا عندي صغار ما ابيع عليهم الالعاب فوق 18، مستحيل. الالعاب الممنوعه امثال جراند ثيفت اوتو ما عندي اياها ان جنرال، سواء للبالغين او للصغار. فنحن شركه نسعى للوعي ونسعى لللونج تيرم، ما نسعى للربح والماديات مثل غيرنا في السوق. التواصل معنا ثرو السوشيال ميديا، تويتر، انستغرام، فيسبوك او الواتساب، وتليفوني 24 ساعه شغال. حياكم الله، وان شاء الله يو انجوي كوميك كون 2015. اليوم انا السبونسر للريترو جيمنج اريا في كوميك كون. زي ما انتم شايفين عندنا ستاند فور سيلينج ريترو جيمز، وورا وي سيت اب كونسولز فور ذا فانز اند ذا فيزيتورز تو كم بلاي، عشان يجربوا الالعاب القديمه ويعيشوا التراث والهيستوري تبع الريترو جيمنج والاشياء اللي كبرنا عليها واحنا صغار. وي سيت اب حطينا some classic games. Actually we have عندنا Duck Hunt هناك بالزاويه مع الزابر جن. اضطرينا نشتري CRT2 تلفزيون قديم عشان الزابر يشتغل. عندنا كمبيوتر صخر برضه موجود، we have set it up. عندنا Nintendo 64، PlayStation 1، Nintendo 64، Super Nintendo، واحلى وموست popular games يعني الموجوده بالماركت. يعني انا توقعت شغله، ولما جيت هون جدا جدا كنت متفاجئ. اول يوم تقريبا دخلنا على المعرض ب 40 جهاز واكثر من 400 لعبه. الاجهزه تقريبا كلها انباعت، ضل بس جهازين، وتقريبا ضل من ال 400 لعبه بس 100 لعبه. ف يعني الفيزيتورز يعني they took it in a very good way. ويعني انت اذا طلعت على الفيزيتورز اللي يجي بيطلعوا على البوث تبعنا بتشوف يعني النظرات اللي على وجههم، الابتسامات لما يشوفوا الالعاب القديمه، يعني استقبلوها بطريقه كثير كثير ممتازه. طبيعه البزنس، انا برايفت كولكتور وسيلر للريترو جيمز. بعت صار لي 3 سنين بالبزنس بالامارات. حاليا انا موجود على انستغرام على UAE Retro Gamers Hub، هو الموقع الوحيد اللي لي للانستغرام على السوشيال ميديا طبعا، وبامكانكم التواصل معي وتتابعوني وتشوفوا الاشياء الجديده اللي حاطين على الصفحه، واذا في اي شيء معلوماتي موجوده على الانستغرام، وان شاء الله نتواصل معكم.